قعد المسيح يدير في معجزات هايلة، وبزاف ناس تبعوه ومشاو في طريقه، وولى المسيح محبوب على خاطر كان يبغي الجميع ويحن عليهم، داوى المرضى وعلم الناس طريق الله وشبع جوعهم الروحي الكبير. المسيح كان كامل وصالح، ما دار حتى ذنب، وكانت الغاية نتاعو هي يعمل مشيئة أبوه الله ويصلح الإنسان الفاسد مع الله القدوس. وكان مع الشعب مسؤولين دينيين متسلطين على الشعب، وكانوا يغيروا من المسيح ومن محبة الشعب ليه، وكانوا هادو المسؤولين يشوفوا في رواحهم ناس ملاح وما يبغوش يقروا باللي هما ثاني يديروا غلطات ويحتاجوا لنعمة الله وغفران. كانت قلوبهم قاسية وما يأمنوش بالمسيح، وزيادة على هذا اتهموا المسيح بأمور ما دارهاش وبغاوا يحاكموه، وهكذا ألقاوا عليه القبض وعطابه للحكام الرومان اللي عراوه وضربوه وداروا على راسه تاج تعشوب واستهزاوا به. المسيح كان قادر بقوته وسلطانه يحبس هذا الظلم، بصح كان عارف باللي هو جاء للعالم لهذا الشيء بيكون الذبيحة اللي ترفع ذنوب الناس، ويرفض هو اللعنة اللي يستهلوها المذنبين. أداوا العسكر الرومان المسيح وصمروه على لوحة الصليب، ووقفوا الصليب والمسيح معلق عليه، وقعد هكذا حتى خرجت روح. وكانت الطريقة الإعدام هذه هي أبشع طريقة في الوقت هذاك، وكانوا يتحاكموا بها غير المجرمين الكبار. وتصلب المسيح في النهار هذاك مع زوج سراق، وهكذا ولا سيدنا عيسى محسوب مع السراق والمجرمين. كان المسيح بريء ما دار والو، بس حسلم روحه للموت على جنة بيمحي ذنوبنا، وهكذا ولا كل واحد يقدر يخلي ذنوبه ويقبل ذبيحة المسيح كفارة على أغلاطه وشروره. المسيح قدم روحه ذبيحة كاملة، خلص ثمن الذنوب على كل الناس، وعلى هذه أعلن الله أن زمن الذبائح اكمل، وما كان حتى ذبيحة أخرى من غير المسيح. حسبوا عديان المسيح باللي ريحوا منه، بس هذا الشيء عمره ما كان، على خاطر كيمات المسيح دفنوه في قبر جديد ملك الوحد السيد غني كان يتبع في المسيح، وغلقوا باب القبر بحجرة كبيرة. وداروا عليه عساسة، بصح المسيح ما بقاش في القبر، وإنما قام منه في صباح النهار الثالث، واللي اكتشف قيامته مجموعة عنسة كانوا راحوا للقبر في الصباح بعد ما خلاصت عطلة السبت باه يحطوا عليه المسك والورد. وكانت خلعتهم كبيرة كيلقاوا القبر محلول وفارغ، وزادت دهشتهم كيشافوا زوج ملايكة قالوا لهم وعلاه تحوسوا على الحي في وسط الموتى، المسيح راهو قام. بعد ما قام سيدنا عيسى من وسط الموتى بل جماعة من تلاميذه وهدر معاهم وكلا معاهم، بس واحد من التلاميذ اسمه توما ما كانش معاهم، وكيسمع منهم باللي المسيح قام شك، وواحد من التلاميذ جاته حاجة صعيبة بهي آمن باللي المسيح بعد موته قام من وسط الموتى. إما قال لصحابه من آمنش إذا ما شفتش بعيني أثار المسامير في يديه ونحط صباعي في مكانهم. سيدنا عيسى حن على طوما وما بغاش يخلي الشك في قلبه، إما لبان للتلاميذ مرة أخرى كي كان طوما معاهم وقال له هات صباعك هنايا وشوف يدي، وهات يدك وحطها في جنبي وما تشكش، وإنما آمن بيا. وهكذا آمن طوما بقيامة المسيح. أما قال له سيدنا عيسى أنت آمنت بيا على خاطر شفتني، يا سعد اللي آمن بيا قبل ما يشوفني. قعد المسيح يبان لتلاميذه والناس بزاف، إما لعرفوا وآمنوا باللي هو حي. وكي جاء الوقت به يطلع للسماء
وصى تلاميذه به ينشروا الإنجيل اللي هو الأخبار المفرحة في العالم، لتحكي كيفاه جا المسيح للعالم وواش دار فيه، وتحكي على موته الكفاري وقيامته. ومن بعد ما هدر يسوع معاهم وباركهم، في الوقت اللي كان يبارك فيهم اطلع للسماء وجات غيمة وغطاته عليهم، وقال عيون تخزر ليه. وهو في هذه الحالة خرجوا ليهم زوج ملايكة وقالوا لهم كما يسوع طلع قدامكم للسماء يرجع مرة أخرى. سيدنا عيسى ظهر وقف السماء يوجد في مكان لقاع المؤمنين به وقاع اللي تبعوه اتباع حقيقي. يسوع المسيح دارنا بنفسه الطريق المؤدي إلى الله. علاه مات المسيح على الصليب؟ مات المسيح على الصليب به يسلكنا من لعنة أغلاطنا وذنوبنا ويرجع علاقتنا مع الله. المسيح البار اللي ما فيه حتى ذنب ارفد خطايانا، وكين امنوا به ونتوبوا يغفر لنا الله ذنوبنا ويعطينا قوة وسلطان على الغلط، سلطان ولادة ولده، ولادة جديدة من الله. كي كان المسيح على الأرض أعطانا بزاف أمثلة تفهمنا معنى الحياة مع الله. قال باللي كاين زوج طرق، واحد عريض وسهل بصح يدي للموت، والآخر ضيق وواعر يوصل للحياة الأبدية. قاع بدينا في الطريق العريض الخاطي، وقاع زدنا بطبيعة تميل للشر والخطية اللي ورثناها من آدم الإنسان الأول، وخيرنا برواحنا الطريق اللي ماهوش مليح. المسيح يعلمنا باللي لازم نخلو الطريق العريض ونخيرو الطريق الضيق اللي يدينا للحياة الأبدية مع الله. بصح ما نقدروش ندخلو الطريق الضيق غير بسيدنا عيسى بالتوبة عن ذنوبنا ونقبلوه ذبيحة المسيح على الصليب اللي فدانا بها. عزيزي المستمع، علاه ما تهدرش ضروك مع الله من كل قلبك وتصلي معانا هذه الصلاة؟ يا رب أنت عظيم وقدوس وبار، انقر قدامك أني مذنب. آمنت بالمسيح اللي مات على الصليب اللي دفع في مكاني ثمن ذنوبي. من فضلك اغفر لي وطهرني واعطيني قلب جديد. ديرني واحد مولادك، راني باغي نتبع طريقك ونعيش معاك هنا على الأرض ونكمل معاك الحياة في السماء. نشكرك على خاطر قبلتني باسم ابنك يسوع المسيح. آمين.